انطلق شوطنا السادس للحول المهجنات الاصايل لابناء القبائل 8 كيلو متر مسافة الشوط المقررة لهذا السن. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين حيث من تتابعون هذا الانطلاق عبر قناة ياس الرياضية وقناة دوبيريس هنج وقناة الكاس. ينطلق شوط الحول المهجنات، نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول لنتعرف على الصدارة ونجد مع البداية ومقدمة هذا الشوط من تاتي خيرة لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري من يقدم لنا خيرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى الشاهينية لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من يقدم لنا الشاهينية محتلة مع المركز الثاني. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث من الجانب الآخر اللي غيرت في هذه اللحظات واستلمت المركز الثاني وعينها لناموس هذا الشوط من تاتي مباشرة الذاير عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري من يقدم لنا الذاير محتلة مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع الظبي علي بن راشد بن علي البريص المري من يتقدم مباشرة ويقدم لنا هذا الانطلاق. القدوم والوصول في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من تتقدم بحور علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا بحور. القادم الواصلة هنا الهايب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن جرح من يقدم لنا هذا الاسم. النقلة مباشرة إلى المركز السابع، سابع المراكز من تتقدم مباشرة النداء سيف بن محمد بن سيف بن ماجد المزروعي. ثامن المراكز أرى اللي ريمة علي بن سالم بن علي الكتبي بالخرس يقدم لنا ريمة مع المركز الثامن أو تاسع المراكز. عاشر المراكز وختام النداء الأول تتقدم عسيلة أحمد بن سالم بن دري الفلاحي. هكذا النتيجة والنداء الأول لهذا الشوط. نعود حيث البداية، لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول مع مقدمة الشوط ومع البداية الأولى من تاتي الشاهينية. الشاهينية في مقدمة الشوط مع المركز الأول خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من اللي غيرت على الصدارة هي تاتي الشاهينية مع البداية ترافقها في الانطلاق الذاير الذاير وهي ذاير الذاير الذاير تتقدم وتتسلل مع الصدارة لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري من يقدم لنا الذاير مع المركز الثاني. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث بحور علي بن حمود بن علي بن حموده الظاهري من يقدم لنا بحور مع المركز الثالث. رابع المراكز من تاتي خيرة سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. هناك الظبي علي بن راشد بن علي البريص المري من يقدم لنا الظبي مع المركز الرابع في هذه اللحظات. خامس المراكز سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري من يقدم هذا الاسم. وصول من لهايب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن جرح من يقدم هذا الاسم لتتقدم لهايب. وهناك ايضا من تاتي في هذه اللحظات ندى سيف بن محمد بن سيف بن ماجد المزروعي عسيل سالم بن احمد بن دري الفلاحي تغير من مركز إلى مركز بشعر الشبل يتقدم هنا مشاهدينا الكرام. الوصول أيضا هناك من الهريمة علي بن سالم بن علي بالخرس الكتبي من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار يتقدم مباشرة مع المركز العاشر. هكذا النتيجة، هكذا النداء مشاهدينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة أذعناها كاملة مكملة. نعود حيث البداية، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى مقدمة الشوط. بحور 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 من تاتي ويرتفع هنا موج البحور مع المقدمة والصدارة. تعود الملكية لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا بحور مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مسيطرة بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق وبهذا الشعار اللي صال وقال في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز الشاهينية
خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري والظبي. تتقدم الظبي، تأتي الظبي الفلا تغير مباشرة وتحتل المركز الثاني. علي بن راشد بن علي البريص المري يقدم لنا ظبي الفلا، تأتي مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك الشاهنية، تعود الملكية لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. وين الموقع؟ انتصفنا المسافة إلى 4 كيلومتر، 8 كيلومتر، مسافة مقررة لهذا السن ولهذه الأشواط، ولكن يا ما سرعها مع الهول، مع الحول المهجنات الأصايل في هذا التقدم وفي هذا المسار. الرقص يحلو مع الكبار في تقدم ممتاز. المركز الرابع، رابع المراكز اللي هي لهايب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن جرح، من يقدم لنا لهايب. والشوط ملتهب، ملتهب من الأسامي، ملتهب من السبق الأصايل، المهجنات الأصايل. المركز الخامس، خامس المراكز، أرى مشاهدين الكرام الذاير عبد الهادي بن حمد بن تريحيب بن نايف الهاجري، من يقدم لنا الذاير مع المركز الخامس. المركز السادس، الأسامي تتقدم، الكل بدأ يتقدم، الكل ينطلق. هناك اللي هي ندى، ندى تعود الملكية، سيف بن محمد بن سيف بن ماجد المزروعي، من يقدم لنا ندى تحتل المركز السادس وفي سابع. المراكز أرى الوصول والقدوم من شغف، شغف أول إذاعة لشغف، سيف بن مبارك بن سيف الكتبي أول إذاعة لها. مشاهدين الكرام، بن غويث بدأ يتقدم ويغير من مركز إلى مركز. هناك عسيلة، أحمد بن سالم بن دري الفلاحي، من يقدم لنا عسيلة تتقدم مباشرة بهذا الانطلاق والمسار. وهناك أيضا من تأتي في هذه اللحظات من الجانب الآخر، اعتذار، وصل عبيد بن حميد بن حمد الدرعي أول إذاعة الاعتذار. وصلنا جسر العبور، اتضحت الأمور، والمربع الذهبي هناك مع الصدارة. 4 من الحول المهجنات في منافسة الأبطال والأقوياء وصراع الأبطال مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. مقدمة الشوط بحور، بحور مع البداية، اسم، اسم عملاق، اسم تاريخي. هنا مشاهدينا الكرام لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، من يقدم لنا بحور في مقدمة الشوط. المركز الثاني، اللي في المركز الثاني الشاهنية، خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، من يقدم لنا هذا الاسم. المركز الثالث، الظبي علي بن راشد بن علي البريص المري، 2 كيلو ونصف الكيلو. أذكر لي من يريد التذكير، ما تبقى عن الناموس وما تبقى عن الفوز، والسلام يتجول، السلام يتجول في هذا المساء. أين يتجه السلام؟ هناك لهايب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن جرح، وتتقدم في هذه اللحظات شغف، شغف لسيف بن مبارك بن غويث. وصل، وصل بن غويث الكتبي يقدم لنا هذا الاسم. وعسيلة الشبل، عسيلة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا عسيلة تحتل المركز السادس. المركز السابع هناك أرى اللي هي اعتذار، عبيد بن حميد بن حمد الدرعي. ومن الجانب الآخر بدأ التقدم والوصول في هذه اللحظات، أرى اللي هي خيرة، سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري. هكذا الأسماء، هكذا الانطلاقات. تأتي الشاهنية، حمد بن خميس بن سلطان العويسي. ولكن نعود، نعود ولا نعود، نعود ولا نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المنعطف الأخير. ما بعده منعطف إلا خط مستقيم، إلا خط مستقيم إلى خط النهاية. والناموس طعمه غير، الناموس طعمه غير يا أخوان. في عاصمة الملايين، في عاصمة الميادين، الوذبة، الوذبة من تزهو بهذا التجمع والحضور. هنا المشاركين الأبطال الأقوياء، بحور مع المقدمة، والكيلو نصف، والكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. بدينا مع الكوع الأخير، وبدينا بالانطلاق إلى الخط المستقيم، وبحور مع المقدمة، بحور مع الصدارة، مع المركز الأول. تعود الملكية، علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. وهناك أيضا الشاهنية، الشاهنية خادم بن عيسى بن سعيد المنصور
القصوري تتقدم. هناك لهايب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن جرح من يقدم هذا الاسم؟ عسيله سالم بن احمد بن دري الفلاحي. وهناك ايضا من تاتي في هذه اللحظات الذاير عبد الهادي بن حمد بن تريحي بن نايف الهاجري. هكذا النتيجه، هكذا النتيجه. الناموس وين؟ الناموس وين يا اخوان؟ محتارين ما بين هؤلاء الاسماء. وجدان وصلت وجدان، سيف بن علي بن كليب اول اذاعه لوجدان. ولكن نعود، نعود ولا نعود، نعود مع الرقص يحلو مع الكبار، يحلو مع الكبار. بحور، بحور مع المقدمه، بحور مع الصداره. بن حموده، بن حموده يعلن حضوره. ولكن هناك اللي مشاهدينا الكرام، الشاهينيه، الشاهينيه، الشاهينيه تعود المكي. خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من يقدم هذا الاسم؟ وهناك ايضا من تتقدم اللي هي الهايب. ولكن بحور ما عليها خوف، بحور هايق الموج للناموس بن حموده، للناموس. والبحور هي في عمق البحور مع النواميس مع الفوز. بحور يا سلام، بحور غادرت، بحور انطاميه بالفعل يا بن حموده مع الناموس والانتصار. سلام نقول، روح روح، صدر اوامرك وروح، انطلق انطلق. واهل العين، اهل دار الزين، سلام العين سلام. هناك راشد العمري مشكور، مشكور يا راشد العمري من يتابعها في الانطلاق. علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري، سلام العين سلام، سلام دار الزين سلام. تهانينا العلي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري والثاني الراشد العمري على الفوز والانتصار. الشاهينيه هناك مع المركز الثاني تعود الملكيه. مشاهدينا الكرام، من قدمها؟ خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. المركز الثالث، ثالث المراكز شغف سيف بن مبارك بن سيف بن غويل الكتبي. المركز الرابع هناك اللي هي لهايب سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن جرح. المركز الخامس اعتذار عبيد بن حميد بن حمد الدرعي. هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. نذهب مباشره الى التوقيت الزمني، واثناء وصولها بحور مهديه بن حموده مهديه اهل العين كافه هذا الفوز والابداع. علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري قطعت المسافه في زمن وقدره. مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني ختامي 12 دقيقة 42 ثانية، 8 من الأجزاء. بحور علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، تهانينا. والناموس المركز الثاني الشاهينية، تهانينا لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. قطعت المسافة زمن قدر 12 دقيقة 42 ثانية مشاهدينا الكرام. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية 12 دقيقة 45 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا لمالك الشاهينية خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام هناك اللي هي شغف سيف بن مبارك بن سيف بن الغويث الكتبي. 12 دقيقة 46 ثانية جزء واحد من